بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، تحية طيبة نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة الكوثر، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوجه الآخر. تعرف النخبة في النظريات السياسية والاجتماعية بأنها مجموعة من الأشخاص ذوي النفوذ والتأثير في المجتمع في مجالات مختلفة، ويملكون القدرة على صناعة القرارات وتحقيق التغيير الاجتماعي. فالنخبة السياسية مثلا هي شريحة تعيش في إطار النظام السياسي وتمارس نمطا من أنماط العلاقة السلطوية بين الحاكم والمحكوم، إذ إن القائد والحاكم الفرد وعبر عصور التاريخ لا يستطيع ممارسة السلطة بمفرده دون وجود مجموعة من أفراد النخبة يشاركونه بنسب متفاوتة في ممارسة السلطة على باقي مكونات الدولة التي يحكمها. ويكون دور النخب السياسية والاقتصادية والنخب المثقفة والفاعلين الاجتماعيين إيجابياً عندما تصب جهودهم في ارتقاء الشعب وتعزيز مناعته ورفاهيته وحمايته من الاختراق والغزو المعادي، وتحقيق ازدهار الدولة ومرافقها وتحقيق أمنها واستقرارها. ويكون دورها سلبيا عندما تصبح أداة للسلطة المستبدة أو عندما تروج لمشاريع وأجندات خارجية معادية لمصالح الأمة العليا وقضاياها الجوهرية. وقد شهد التاريخ الحديث ووقتنا الراهن تجنيد القوى الاستعمارية الغربية للكثير من النخب والطاقات الشبابية في عالمنا الإسلامي من أجل تحقيق مشاريعهم المشبوهة والترويج للنموذج الثقافي المادي وتكريس الارتهان والتبعية الكاملة لتلك القوى وإضعاف الروح المعنوية والتخلي عن القيم الإسلامية والشرقية عموما من خلال رفع شعارات ومسميات براقة وجمعيات مدنية وتنموية ومراكز ثقافية وإعلامية تتلاعب بالإرث الثقافي والتاريخ وبالوعي والرأي العام وبمناهج التربية والتعليم. في النظرة الإسلامية للنخب ودورها حفلت سيرة النبي صلى الله عليه وآله بتبني النخب الشابة من ذوي الإيمان والتقوى والذكاء القيادي ومنحها المسؤوليات الدعوية والجهادية، وأثبتت نجاحات باهرة في ظل الرعاية النبوية. كما أثبت التاريخ الإسلامي من جهة أخرى أن النخب الدينية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية التي انحرفت وتحولت إلى أداة للسلاطين كانت سبباً لانحطاط الأمة وعاملاً في تمزقها وسبباً في وقوع الفتن والحروب وتسلط الأعداء عليها. في هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم نناقش مع ضيوفنا الأكارم المنهج النبوي وصناعة النخب الملتزمة، كما نجيب على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. أعزائنا هذا فاصل ونواصل بعده، فابقوا معنا. صناعة النخب قضية بينة واضحة كمنهج في القرآن الكريم عبر العديد من آياته البينات، وكذلك من خلال سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث عمل على صناعة النخبة الصالحة أو الجماعة الصالحة من الشباب، والتي استطاع صلى الله عليه وآله من خلالهم إحداث التغيير في المجتمع وتثبيت الإسلام. وما ينطبق على الرسول صلى الله عليه وآله ينطبق على الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه عليهم السلام في الدعوة الإلهية، وكذلك فعل الصالحون والمصلحون في المجتمع الإسلامي. فدور النخب في إحداث التغيير في المجتمع
ونسبتهم في أي مجتمع هي كنسبة ملح الطعام إلى الطعام، كما يقول الشهيد الأستاذ آية الله المطهر قدس سره. في المقابل نشهد أن أعداء الإسلام عملوا على ذات الطريقة، ولكن لأغراضهم السيئة التي تطعن بالإسلام كدين ومعتقد وتدمير مجتمعاتنا ونشر تجاربهم المادية المعادية لنا، وعملت مراكز دراساتهم على إقامة آلاف الدورات للشباب في عالمنا الإسلامي وصناعة الكوادر التي هي أقل مستوى من النخبة، ويعملون على تخريج 300,000 كادر في الدول العربية والإسلامية لتمرير مشاريعهم وتحت عناوين براقة وجميلة كالمجتمع المدني والتنمية الفكرية والتنمية البشرية وما شابه من مثل هذه العناوين. إن صناعة النخب والكوادر لا يقتصر على تخريج الكوادر العسكرية فحسب، بل الثقافية والعلمية وسائر مجالات الحياة التي تحتاجها مجتمعاتنا الإسلامية موضوع حساس ومهم. فماذا أعددنا له كمسلمين وحكومات وجامعات وحوزات ومؤسسات؟ المنهج النبوي وصناعة النخب هو موضوع حلقتنا هذه من الوجه الآخر. أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، اسمحوا لي أن أرحب بضيوف الحلقة. معي هنا في الأستوديو الأستاذ في الحوزة العلمية والباحث الإسلامي سماحة الشيخ محمود سرائب، معي أيضا عبر سكايب من بيروت الأستاذ والباحث في علم الاجتماع الدكتور طلال عتريسي، ومعي أيضا من تونس الأستاذ الدكتور فوزي العلوي أستاذ الفلسفة بجامعة الزيتونة. كل التحايا لكم ضيوفي الأكارم، وأبدأ معكم سماحة الشيخ محمود سرائب. طبعا عنوان النخبة عنوان حساس وخطير وله أبعاد كثيرة. اليوم كيف أرشد القرآن الكريم إلى بناء النخبة، وكيف قدم لنا النبي صلى الله عليه وآله مشروع بناء النخبة؟ تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كما تفضلتم أن موضوع بناء النخبة أو صناعة القدوة هو من الموضوعات المؤثرة والمهمة لدرجة أن الأمم تقاس بنخبها، وللنخب التأثير الأهم في قيادة ونهضة الأمة، ولذا كانت صناعة الإنسان علما ثقافة أمر اهتمت به كل القيادات، يعني قديما وماذا وحديثا، وقد اهتم القرآن بشكل واضح والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت ببناء النخبة، يعني ما نسميه نحن في الأدبيات الإسلامية القدوة، أو ما نسميه مثلا الجماعة الصالحة أو الإنسان الصالح أو الجماعة ماذا الصالحة أو المجتمع الصالح. بعض الحكماء يعبر، وهذا يختصر الفكرة التي نريد أن نقولها، إذا أردت أن تحصد بعد شهور فزرع قمحا، جميل، وإذا أردت أن تحصد بعد سنوات فزرع شجرا، وإذا أردت أن تحصد بعد جيل فزرع رجالا. لطيف. هذا المقصود بموضوع النخبة وبحساسية موضوع ماذا النخبة، سواء ببعده الإيجابي أو ببعده السلبي، سواء كان بناء النخبة على المنهج النبوي أو كان مناهج أخرى. على مناهج أخرى. هذه النخبة كما عرفتموها منذ قليل، هذه الجماعة الفئة الخاصة التي لها قابليات، لها كفاءات خاصة. هذه القدوة التي نسميها نحن صناعة القدوة عادة في الأدبيات الإسلامية، مقصود من صناعة القدوة هو إيجاد بيئة سليمة
نظيفة لاحتواء هؤلاء الأشخاص الذين تميزوا ببعض الخصائص، ببعض الخصائص مميزاتها، وتوجيههم توجيه صحيح، والتدرج معهم ضمن المنهج الإسلامي في مراقي الكمال والاستقامة وإزالة العقبات. شو يعني إزالة العقبات؟ كل ما يعرض طريق، يتعرض طريق هذه النخبة لابد ماذا؟ من إزالته ماديا، معنويا، إعلاميا. صناعة القدوة في الفكر الإسلامي هي منهج متكامل. جميل. يعني ليست مجرد أنها قضية جزئية، لا، هذه أصلا استحوذت على نشاط كبير من النبي صلى الله عليه وسلم في زمن مجتمع الصحابة، كانت واضحة بشكل واضح بعد النبي، أئمة أهل البيت عليهم السلام. فلذلك عندما نتحدث عن صناعة قدوة نحن نتحدث عن عملية متكاملة، عن منهج متكامل تبدأ مدرسيا، يعني من السنوات الأولى للدراسة والحضانة العائلية. هي الخطورة الأولى هو موضوع التعليم الذي سأتوقف عنده بعد قليل. من هنا إذا جئنا إلى القرآن كما تفضلتم وسألتم، فعندي منهج رباني بدأ في تهيئة الأنبياء والرسل. صحيح أن فكرة الاصطفاء، يعني الله سبحانه وتعالى مقام النبوة والرسالة ومقام اصطفاء، مقام اصطفاء إلهي واجتباء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى بعد الاصطفاء هناك إعداد، هناك تهيئة للذين يقومون بأعباء ماذا؟ الرسالة، كالأنبياء والرسل عليهم السلام. والله هيئ هؤلاء بكل الوسائل الممكنة المادية المعنوية التي تؤهلهم أن يكونوا قدوة حسنة ماذا؟ للناس، من خلال صفات خلقية، صفات خلقية. فلم يولد نبي مثلا كما نعرف حسب معتقداتنا من سفاح أو من نسب غير مشرف. والنبي كان يتعرض في حياته، أنبياء بشكل عام، لكثير من المواقف التي تمتحن نفس الإنسان، صبر الإنسان، حكمة الإنسان. ولذلك نجد هذا التعبير موجود في سورة طه عندما تحدثت هذه السورة المباركة من الآية 38 للآية 44 عن نبي الله موسى عليه السلام. استخدمت هذا المقطع الشريف، استخدم مصطلحين جدا مهمين. المصطلح الأول الذي استخدم في هذه الآيات، ولتصنع على عيني، هذا تعبير. والتعبير الذي تلا هذا، واصطنعتك لنفسي. هذا التعبير لو توقفنا عنده قليلا بما الوقت المتاح، هذا التعبير إشارة، يعني ولتصنع على عيني، إشارة إلى العناية الخاصة التي أولاها الله، الرعاية الإلهية، الرعاية الإلهية التي أولاها لنبي الله موسى سلام الله تعالى عليه. وهذا ما نسميه صناعة الإنسان. يعني هذا الذي نستخدمه الآن في التعابير المعاصرة هو صناعة الإنسان، التي قلت لها مرتكزات. ممكن سورة العصر، السورة الصغيرة في القرآن، اختصرت كل هذه المرتكزات بأربع مرتكزات، يعني الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. هذا بناء كامل ومتكامل للقدوة. لذلك اسمحوا لي فقط أن أقول خطورة هذا البحث وأهميته، لأن صناعة الإنسان التي نتحدث فيها عن النخب والقدوة تدخل فيها مسألتين. المسألة الأولى الأفكار، معتقدات وقناعات، وهذه هي الأساس الذي الإسلام ركز عليه بشكل واضح. بعدين بتجي المسألة الثانية وهي ماذا؟ المهارات، العادات، السلوكيات. التعبير الآخر الذي توقفنا عنده هو اصطنعتك لنفسي. عجيب هذا التعبير، ما أجمل هذا التعبير، الذي كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لموسى عليه السلام اصطنعتك لوحيي ورسالتي لتتصرف على ماذا؟ على إرادتي. من هنا أستطيع ولو بالدقيقة المتبقية أن أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده منهج متكامل عندما ندرس السيرة النبوية، منهج متكامل في صناعة القدوة. يبدأ بتهيئة البيئة والصحبة الصالحة، هذا مهم. النقطة الثانية هو الاهتمام بتنوع الأجيال في المجتمع الواحد. هذا كان ملحوظ. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى أو أعد جيل الكهول والشيوخ، وأولى اهتماما مثلا بسلمان الفارسي، بعثمان بن مظعون وأمثال هؤلاء. جيل الشباب كعلي عليه السلام، كجعفر، كمعاذ بن جبل. جيل الناشئة الذي نسميه مثل أنس، مثل الإمام الحسن، إمام الحسين عليهما السلام، أسامة بن زيد. هذا التعداد في المنهج لكي تتشكل قيادة متتالية. يعني جيل الكهول يستلم القيادة، ثم بعد ذلك يأخذ ماذا؟ جيل الشباب، وهكذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بعض الأساليب التي إن شاء الله أتوقف عندها، سنفرد الحديث ولو بعناوين، يعني ولو بعناوين سنفرد الحديث. ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور طلال عتريسي وهو معنا عبر سكايب من لبنان. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بكم دائما دكتور. في الحقيقة اليوم السؤال الذي يطرح اليوم، النخب السياسية، النخب الدينية، الثقافية، المؤثرون في المجتمع والرأي العام اليوم، ما هو الدور؟ ما هي المسؤوليات والتحديات في ظل الأزمات الراهنة والحرب الناعمة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللضيوف الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. موضوع النخب موضوع دقيق ومهم، وهناك اهتمام حقيقة فكري وسياسي ونفسي واجتماعي وتربوي من جوانب مختلفة في موضوع النخب. كيف تعد النخب؟ هل النخب هي عملية إعداد كلي، أم أن هناك استعداد لدى بعض الأشخاص ليكونوا في مصاف النخب أو القادة؟ ممكن يكون القادة هم النخب، ممكن النخب لا يكونوا قادة، هذه مسألة للبحث والنقاش. وتختلف مواصفات النخب ونوعية النخب بحسب ثقافة المجتمع. يعني المجتمعات الرومانية على سبيل المثال كان المقاتل هو النخبة، يعني الناس تنظر بإعجاب إلى تمجيد المحارب. المقاتل المحارب. في أوروبا العصور القديمة، يعني قبل النهضة وقبل الثورة الصناعية، كان أيضا يعني الفارس هو النخبة الذي يثير الإعجاب. طبعا بعد ذلك تحولت المسائل، أصبحت النخب هي نخب اقتصادية، هي نخب سياسية، هي نخب ثقافية. إذن النخبة لها علاقة بثقافة المجتمع عموما. نبدأ بعد ذلك بالبحث في أنواع النخب. النخب كما تفضلتم في تعريفات يعني كثيرة ومختلفة، النخب هي يعني جماعة من الناس قد تكون متقدمة عن باقي أفراد المجتمع، سواء من حيث امتلاكها للعلم والثقافة أو القدرات السياسية أو القدرات العسكرية أو القدرات الاقتصادية. السؤال الذي يطرح، ما علاقة هذه النخب ببناء المجتمع؟ ما هو الدور الذي تلعبه في خدمة المجتمع أو في خدمة نفسها، أو في مجتمعاتنا اليوم السؤال مطروح، أو في خدمة الخارج؟ هذه أزمة نعيشها اليوم في مجتمعاتنا. لهذا السبب يطرح السؤال، هل النخب الثقافية أو النخب الأخرى ملتزمة قضايا مجتمعها أم معزولة عن هذا المجتمع أم هي تابعة للخارج؟ هذه هي الأسئلة الثلاثة التي تواجه النخب اليوم وتواجه كل من يهتم باستقلال المجتمعات وازدهارها وتنميتها وتطويرها. هل النخب ملتزمة قضايا المجتمع؟ هل النخب معزولة تعيش في أبراجها العاجية أو تعيش من أجل مصالحها الخاصة؟ أم هي تتبع الخارج من حيث مصالحها وفائدتها، الأموال أو الدعم الذي تحصل عليه؟ هذه مشكلة نواجهها اليوم، ربما لم تكن موجودة في بلدان أخرى، لكن البلدان الأخرى عندما يعني استعمرت العالم الإسلامي، نعم أنشأت نخب في مؤسساتها التعليمية، في مدارسها وجامعاتها التي تأسست في بلداننا العربية والإسلامية، وبالتالي أصبح هناك يعني مصنع للنخب من دون أن يتدخل الخارج، لأنه عندما يدرس المناهج الغربية والتفكير الغربي والعلم الغربي والمعلومات الغربية وكل هذه المسائل، كان يجد نفسه أقرب إلى الثقافة الغربية وهو يبتعد شيئا شيئا عن مجتمعه وقضايا مجتمعه. إذا هذه مشكلة أساسية في النخب في بلداننا. هؤلاء يصلون إلى المواقع السياسية، هؤلاء يمسكون بالمقدرات الاقتصادية. إذا هذه هي المشكلة المطروحة بالنسبة إلى مجتمعاتنا المعاصرة في أكثر من بلد من بلداننا العربية والإسلامية. لدى النخب هذه المشكلة، في مشكلة انفصام عن القرار السياسي. جزء من هذا الانفصام له علاقة بالمشكلة
القوة السياسية التي تحكم هي لا تريد هؤلاء النخب إلا أن يكونوا تابعين لها وليس ناصحين أو لديهم رأي أو لديهم رؤية يقدمونها، وأنهم معزولون كما ذكرت في أبراج عاجية، لغة خاصة، أجواء خاصة، أو أنهم يعتبرون أن الغرب هو الأفضل وأن العمل مع الغرب هو الأفضل. هذه مشكلاتنا في عالمنا الإسلامي اليوم فيما يتعلق بالنخب بمستوياتها المختلفة. نعم، طبعا لي عودة إليك دكتور، ولكن اسمحوا لي أيضا أن أذهب إلى الدكتور فوزي العلوي، أستاذ الفلسفة بجامعة الزيتونة في تونس. دكتور سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية موصولة لكم جميعا من تونس إلى كافة الأخوات المشاهدات والإخوة المشاهدين والأعزاء الحضور. أهلا بكم دكتور. المتأمل في القرآن الكريم يجد النخب التي كانت مع السلاطين والفراعنة، ونركز هنا على شخصية هامان الذي ذكره القرآن بالاسم، سماه بالاسم الذي كان له دور فاعل، وكان فرعون يتكئ عليه كثيرا. في المقابل كان هناك نخب مثل فتية أهل الكهف، الذي خلدهم القرآن وأظهر تصرفاتهم كقدوة للأجيال، كما أظهر لنا شخصية طالوت والصفوة العسكرية التي بقيت معه، ونقل القرآن أيضا تصريحاتهم للأجيال، كم من فئة قليلة غلبت، ذكر كل هذه الأشياء. هذا المنهج القرآني الذي يعلم الأجيال، أيضا حفل تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسيرته أيضا بتظهير شخصيات. اليوم ما هي أزمة النخب اليوم في تونس، في الجزائر، في العالم العربي؟ ما هي القضية اليوم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن النخب هو حديث عن مسألة استراتيجية في الحقيقة، وليس موضوع تكتيك أو موضوع مقاربات جزئية تفصيلية. إذن مقاربة النخبة هي التعاطي مع قضية راهنة تتمتع بالأولوية المطلقة في إطار تحديد رؤانا الاستراتيجية وما يتوجب علينا العمل على إنجازه الآن وغدا. في الواقع أن تشخيص واقع النخب في عالمنا العربي والإسلامي إنما يشير إلى كون هذه الفئة تحيا على هامش القرار السياسي والسلطاني، وليست شريكة في بلورة مستقبل مجتمعها وحركة التاريخ. وهذه الوضعية الثانوية والهامشية التي تضطلع بها النخبنا في عالمنا العربي والإسلامي مردها ما انتهت إليه النخبنا من أدوار ومن وظائف ومن مهام. ساهمت هي في ما انتهى إليها وضعها المأساوي، وكانت أيضا ضحية الأدوار السياسية السلطانية في إطار ما يسميه مثلا ميشيل فوكو في الصراع القائم بين المعرفة والسلطة. والحال أن هذه النخب تتمتع بوضعية استثنائية في كون أن المعرفة هي أقوى أشكال السلطة وأوضحها على الإطلاق، ذلك لأن السلطة فيها ما هو ماكروفيزيائي وما هو ميكروفيزيائي. والحال أن المعرفة وسلطة المعرفة تتمتع وتطلع بالدورين معا. وإذا ما حاولنا أن نحدد ما المقصود بهذه النخب وأدوارها وتحديد مهامها ورهاناتها، فإنه علينا أن نحدد مفهوميا ما نعنيه بنخبنا في عالمنا العربي والإسلامي. نحن في الحقيقة لا نشير إلى نخب تقدمية أو إلى نخب في دلالاتها الماركسية أو في دلالاتها الوجودية أو في دلالاتها الوضعية، وإنما نشير تحديدا إلى نخب هي صفوة هذا التكليف وهذا التكوين، استنادا إلى المرجعية القرآنية. لقد كانت لهم في رسول الله أسوة حسنة. إذن مرجعيتنا هي هذا التأسي بهذا المقام الرفيع الكامل والمتكامل، وتتحدد معالم هذه المرجعية النبوية
في تمثلنا لمفهوم النخبة في هذه الكمالات اللامحدودة، إذن في تحديد العمق الأخلاقي والمعرفي لمقام الرسالة والرسول، إذن نتأسى به ضمن مرجعية نظرية ومرجعية عملية معا، وذلك ليس في السياقات الوطنية أو التجزئية بل في سياقات أممية، أي في سياقات العالمية وليست العولمة. نحن نتحدث عن مقام الأمة هنا، فنحن تستوقفنا آية مهمة جدا عندما تشير إنما أمتكم أمة واحدة، هذه الأمة الواحدة تطلع داخلها فئة النخبة، عندما تشير الآية الثانية ولتكن منكم أمة، إذا كانت الأمة واحدة فإن داخل هذه الأمة ولتكن منكم أمة، أي من الأمة أمة، أي عليها أن تطلع داخل الأمة هذه النخبة، هذه الصفوة بمهام واضحة الدلالة ومحددة المعالم، تتمثل مهامها يدعون إلى الخير. فدور النخبة المؤمنة، هذه النخبة، هذه الصفوة هي أن تكون داعية للخير، وهنا مقام الخير والخيرية هو مقام جامع للإنسانية وللحضارات ولفقه الحضارات. في الحقيقة أن الدعوة إلى الخير تتحدد كمرجعية نظرية، لكن تتحدد أيضا المرجعية العملية، وإذن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذن مستوى نظري ويقابله مستوى عملي على نحو متكامل. وهناك هذه الدعوة للخير تتحدد أيضا مقوماتها في الآية الأخرى، إذن عندما تقول الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إذن ودلالات هذه الدعوة الخيرة إنما تتحدث ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دكتور أنا أريد طبعا أن أفصل معك، هذه النخبة الصفوة هي التي تطلع بهذه المهام الجامعة لما هو نظري وما هو عملي معا، فهو ليست نخبة صالحة بل هي أيضا نخبة مصلحة، فهي ليست صالحة لنفسها فقط بل هي تحمل دلالات أن تكون آيات قرآنية تبث قيم العمل وقيم الخير وقيم الصلاح والإصلاح معا. طبعا أنا سأعود إليك دكتور، ولكن أريد منك يعني في الجولة الأخرى معك أن تبين مصطلحات كسل النخبة، النخبة الجالسة أحلاس البيوت، النخبة المشاكسة، النخبة الفاعلة، والنخبة المرتهنة التي تقود الرأي العام المعاكس لمصالح الأمة. لا يعود إليك طبعا دكتور. أعزائنا هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد. طبعا أنا أذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وإبداء آرائكم. عودة إليكم سمحت شيخ محمود سرائب، بيّنت لنا منهج القرآن الكريم في صناعة النخبة والرعاية الإلهية المباشرة وغير المباشرة لهذه النخبة التي ستقود التغيير الاجتماعي، باعتبار أن دعوات الأنبياء كلها دعوات تغييرية وإصلاحية. قدمت بعض النماذج النبوية التي كانت تحت رعاية النبي. ما الذي حصل عندما بدأت كما يقال دولة بني أمية ودولة بني العباس؟ ما الذي حصل بهذه النخب؟ لماذا هكذا انحرفت وأصبحت خادمة للسلطان وأداة في خدمة المشروع
مشروع الهيمنة وليس في خدمة الشعب وارتقاء الشعب وارتقائهم الفكري والديني؟ تفضل. طبعا هذا السؤال سؤال عن أسباب عدم تمكن النخبة من القيادة. في البداية كنا نتحدث عن المنهج النبوي في بناء النخبة الذي سميناه القدوة أو القدوة الصالحة، وأنا أتفق مع الدكتور أن المصطلح الأهم في القرآن هو المصلح، لأن الذي يؤثر في الحركة الاجتماعية ليس صلاحي الشخصي، يعني أن تكون أنت صالح، إنما الذي يؤثر صلاحي مع كوني متحرك داخل هذا المجتمع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أشرت بالسؤال السابق اهتم بتنوع الأجيال في المجتمع الواحد، فشكل ثلاثة أجيال سميناهم جيل الكهول، يعني الشيوخ الكبار بالسن، وجيل الشباب، وجيل الصغار. لذلك علينا نحن من خلال هذا المنهج الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجب علينا في منهجنا الاستفادة من هذا الأمر لصناعة القدوة الحسنة، بأن نهتم بكل من لديه قابلية من الناس، سواء كان رجلا كبيرا شابا في مقتبل العمر. صحيح أن التركيز عادة يكون على شريحة الشباب، لكن علينا أن نهتم بكل ماذا؟ بكل هذه الشرائح. نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استراتيجياته في صناعة القدوة إشهار المتميزين، إشهار المتميزين. هذا في عالمنا المعاصر يحتاج إلى حركة إعلامية، إلى حركة إعلامية، إلى دعم معنوي، إلى دعم بكل الأنواع. نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى صحابي ويقول هذا مثلا أتقاكم، مع أنهم هم أهل تقوى، هذا أعلمكم، هذا أقداكم. لماذا هذه التعبيرات؟ ليشهر هؤلاء الذين لهم تميز، يبرزهم بالضبط، إشهار هؤلاء المؤهلين للقيادة. الرفق بالنصح، يعني كما أشار الدكتور منذ قليل ببعض الآيات الشريفة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستخدم كثيرا هذا الأسلوب الذي فيه نصح وقرب من ماذا؟ من هذه الشريحة. يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني، هذه التعبيرات النبوية المملوءة بماذا؟ بهذه الأساليب العظيمة. كان يرشد، وهذا مهم جدا، وهذا تكليف لنا نحن في هذا المجتمع، إرشاد المجتمع إلى تقدير هؤلاء، أنه أنتم يجب عليكم لا أتكلم بالوجوب الشرعي وعدم وجوب شرعي، إنما ولو بالواجب الأخلاقي، وقد يصل الأمر إلى الواجب الشرعي، هو هذه النخبة، أهل الفضل، هؤلاء المربين، هؤلاء المعلمين، هذه القدوات، يجب علينا ماذا؟ أن نقوم بتعزيزها، باحترامها. نجد في بعض المجتمعات أن هذه النخب الآن أو أهل العلم أو أهل التربية لا يوجد لهم موقعية ماذا؟ موقعية متميزة، إنما نرجد الموقعية لأسباب كثيرة الآن لا نريد أن ندخل فيها ونغوص فيها، لمراتب سياسية وأمور مختلفة. نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مهم جدا، يمنح هؤلاء الثقة الكافية لتنمية مهاراتهم، لأن هذه النخب، هذه الجماعات إن لم تمنح هذه المسألة ويفسح لها المجال للتعبير عن نفسها، لا يمكن أن نعرف أنها من يعني قدراتها بأي مستوى. يعني قضية أسامة وأن يكون على رأس جيش وهو بهذا السن، هذا حدث ليس عادي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يريد أن يقول لنا نحن يجب أن نمنح هؤلاء الثقة الكافية. أيضا أمر مهم جدا، استماع لهم. النبي الذي يملك هذا العلم العظيم كان يستمع لهم، يقدر آرائهم. لا نستطيع، هذا مهم جدا، ومر منذ قليل الضيوف الكرام عبروا شيء، أنا لا أستطيع أن أقوم بصناعة قدوة حسنة في ظل الخوف والاستبداد، لا يمكن بهذا، وتقزيم الإنسان والاعتداء على كرامة الإنسان. لابد أن تكون كل هذه القيم التي إن شاء الله سأشير إليها فيما بعد ولو بعناوين عامة، توجيه هؤلاء إلى تحصيل أنواع من العلوم والمعارف، كان يقوم النبي بذلك. يعني تجد تخصصات، مثلا المتابع لسيرة أهل البيت عليهم السلام يجد أن أمة أهل البيت كان عندهم بشكل واضح فلان الفقيه، مثل وفلان هشام مثلا، مثل هشام بن الحكم، مثل مؤمن الطاق، هؤلاء أصحاب التخصصات العقدية، مثلا زرارة بن أعين، فلان وفلان وفلان. هذا التوجه، يعني أنا أأتي للقابليات بغض النظر. إشكال الذي أشار إليه جناب الدكتور طلال صحيح أنه النخب ما المقصود بها، لكن بالحد الأدنى أنا عندما أجد أن هؤلاء عندهم تميز في مجال ما، فلأساعد هذه النخب حتى تترقى في هذا المجال. طبعا إذا نراجع النبي له أساليب كثيرة، يعني لا يمكن في هذه العجالة، يكفي الإشارة فعلا. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم بتدريب على القيادة والتنظيم، يعني بشكل مقصود، يعني ليس بشكل عفوي، تدريب على القيادة والتنظيم لتحميل المسؤولية. يعني عندما تضع شخص في منصب معين قيادي اجتماعي، ترسل شخص إلى اليمن، ترسل شخص إلى بلد آخر،
ترسل شخص إلى مثلا إلى الحبشة إلى إلى أنت هنا تضع هؤلاء أمام ماذا؟ أمام مسؤوليات. كان النبي يقوم بتدريب على القيادة والتنظيم. مثلا من الأمور التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مهمة، تدريب هؤلاء على الطاعة، على الالتزام لله سبحانه وتعالى، الالتزام بمنهج النبي. هذا يجعل مولانا الكريم موضوع النخبة موضوع حساس جدا، موضوع حساس جدا. ولذلك نستطيع أن نقول أنه عندما وقعت بلادنا الإسلامية والعربية الأسيوية الإفريقية وقعت تحت ظل الاحتلال الاستعماري الذي لا تزال آثاره المدمرة إلى الآن، يمكننا القول أن هؤلاء نجحوا بشيء ما عندما اشتغلوا على صناعة الإنسان. مرة اسمه الإنسان الإفريقي، الإنسان الآسيوي، لكن هم يصنعونه ضمن ماذا؟ ضمن الثقافة الخاصة. وأخطر شيء، أنا أريد أن أختم بهذه الفكرة، أخطر شيء أن هؤلاء لا يأتوا إلى المسلمين وإلى غيرهم ويقولون لهم ابتعدوا عن القرآن أو ابتعدوا عن سنة النبي، إنما يحولون القرآن ويحولون السنة ويحولون النبي صلى الله عليه وسلم إلى طرح يتناسب مع الفكر الغربي ويقدموه للمجتمع الإسلامي على أساس أنه ماذا؟ على أساس أنه هو هذا الإسلام. فمطلوب، لأن لا أريد أن أشير، ممكن أن كل الإخوة يقرؤون بعض الأمور التي تحصل في بعض البلاد، أن هذا لابد أن يحذف من المنهج وهذا لا يتناسب مع الأفكار الفلانية. هذا التعليم الخطير لا يريد أن يقول لك إلغي القرآن، لأن المسلم لن يتمكن من ماذا؟ من إلغاء القرآن، إنما إلغي الفكرة الفلانية التي تبث في الأمة روح التضحية وروح التفاني وروح الإيثار. وهكذا الآن في الخطب في فرنسا وغيرها، هذه الفكرة تناقض كذا، وهذه الفكرة تدعو إلى الإرهاب وهكذا. إذا مطلوب منا أمرين رجاء، هذا ممكن مهمة كل طالب علم كل مثقف، أن أواجه هذه الأمور وأن أقوم ببناء النخب طبقا للمنهج الإسلامي الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم كثيرا. عودة إليكم فضيلة الدكتور طلال عتريسي، دكتور المتأمل أيضا في القرآن الكريم، قدم لنا أستاذ الاجتماعيات أو أستاذ الأخلاق الاجتماعية وهو لقمان، وهو ليس بنبي لكن القرآن أيضا ذكره بالاسم وخلد أساليبه مع ولده وأشار إليه، أيضا أشار إلى هذا المفكر والفيلسوف الذي هو مؤمن آل فرعون وكيفية تعامله مع الملوك ورجال البلاط. قدم لنا أيضا شخصية هارون وكيف أنه هو من النخبة وكيف يمكن أن يساعد موسى على نبينا وآله وعلى موسى الصلاة والسلام. قدم أيضا لنا شخصية طالود وذكرناها. القرآن يريد أن يوصل لنا الرسالة أن هذه النخب كل واحد كان في اختصاص معين، حتى كان هناك نخب نسائية قدمها وهي يعني آسيا ومريم وغيرها من الشخصيات التي بينها، حتى لا نظلم النساء ونذكر أن لهم طبعا لهن دور ريادي. اليوم مشكلة النخبة، هل هي المشكلة في المرجعية؟ هل هناك خوف وترهيب للنخب؟ لماذا هذا الفشل ولماذا هذا القعود واليوم التطبيع ماشي والعالم ساكتة؟ تفضل. يعني في نقطتين في هذه الإشكالية المطروحة. النقطة الأولى وتفضل الأخوة بالحديث عنها، لكن برأيي تحتاج إلى المزيد من النقاش والمزيد من التفكر في المنهج القرآني. هل المنهج القرآني عمل على إعداد المجتمع المؤمن بشكل رئيسي؟ يعني كنتم خير أمة، يعني هنا النخبة هي الأمة، يفاضل بين الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس. القرآن يعمل على إعداد الإنسان، كثير من الآيات تتوجه إلى المؤمنين، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، يعني الخطاب القرآني خطاب لكل الناس. فيما يتعلق حتى بال يعني بالسيرة النبوية، أنا حقيقة يعني أفكر عندما يعني نفرق أو يمكن أن نفرق بين تشجيع النبي صلى الله عليه وآله المبادرة وشخصيات شابة مثل أسامة بن زيد، هل هذا يعني أن أسامة بن زيد هو نخبة مثلا؟ هل هو يعني أصبح متميزا في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت؟ أم أن النبي أراد أن يعطي الثقة لأسامة بنفسه والفرصة يغير المفاهيم في تلك الفترة، أنه ليس بالضرورة أن يكون رجلا كبيرا في السن من يقود الجيوش؟ هذا يحتاج إلى
يعني إلى ربما إلى بحث شوي تفصيلي يعني نعم حول هذا الموضوع، لأنه النبي عمل خلاف قواعد النخب المتعارف عليه. كان بعض الفقراء يعني سواء سلمان أو بلال الحبشي، طب هؤلاء أبرزهم النبي، جعلهم من الأشخاص البارزين. المجتمع لم يكن يعرف أو يقبل بتسيد هؤلاء أو ببروز هؤلاء، لكن النبي قلب المعايير والمقاييس ليقول بأنه الناس سواسية، بأنه كل شخص ممكن أن يتحمل مسؤولية حتى لو كان من فقراء القوم. النخب التي نتحدث عنها في مجتمعاتنا المعاصرة هي ليست من النخب الفقيرة، ليست من النخب يعني التي تعيش في أدنى درجات المجتمع. النبي دفع بهؤلاء إلى المقدمة ليلعبوا أدوار محددة فقط، ولم ربما يعني يتوسع دورهم إلى يعني مستوى آخر. يعني بلال الحبشي مثلا نعرف أنه يعني كان له دور ورفع الأذان ولكن حقيقة أنا لا أعرف، ربما يكون يعني الآخرون يعرفون أنه هل فعلا كان له دور نخبة في قيادة المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. النخب كانت نخب إيمانية عقائدية، من المفترض أن المجتمع ككل يعمل في هذا الاتجاه. عندما يعني أذكر يعني حديث الإمام علي عليه السلام يحدد: يا بني العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يسكب بالإنفاق. يعني الإمام يقول أن النخبة بين مزدوجين هي نخبة العلم، ويفضلها على نخبة المال الذين يحرسون المال أو يكنزون المال كما جاء في القرآن. إذن هنا نستطيع أن نضع أساس قرآني للنخبة. النخبة العلمية يعني هي أفضل من النخب الأخرى العلمية بكل أوجه العلم، يعني علماء الدين، علماء الفكر، علماء إلى آخره. هذه نقطة. النقطة الثانية في هذه الإشكالية هي مجتمعاتنا المعاصرة. أنا ذكرت أنه في مشكلة، في مرض عند المثقفين، يعني بين مزدوجين، في نعم مسألة أن المثقف غالبا هو إنسان متركز حول ذاته، متمركز حول نفسه ذات على طريقة كارل روجرز يعني. يعني ذات متضخمة عنده، أيه. يعني لا يرى، هو مثل الشخص الذي يعني يجلس في قمة الجبل لا يرى الناس، والناس لا يرونه، يعني يرونه نقطة صغيرة. هذه مشكلة كبيرة عند المثقفين. النقطة الأخرى عند المثقفين يعني النخب اللي هي درست وتميزت عن الناس أو امتلكت قدرات أو مشكلة هؤلاء يعتبرون أنفسهم أفضل من الناس الآخرين، لأنهم اكتسبوا علم أكثر، لأنهم اكتسبوا مال أكثر، لأنهم اكتسبوا يعني قدرات، لنفترض عسكري أكثر مثلا، لأن العسكري يأمر ويطاع و مشكلة هؤلاء مشكلة جوهرية، أنهم غالبا لا يعتقدوا بالشعب، ولا بل ينظروا إليه نظرة دونية. هذه مشكلة. المشكلة الثانية كما ذكرت أنهم يعيشون في عالم خاص من المفاهيم والمصطلحات. لبعض الأرياف في لبنان كانوا يقولون عن الأشخاص الذين يعني من هؤلاء المثقفين الذين أتحدث عنهم، يقولوا بأنه هذا الشخص أصبح مجنونا. لماذا؟ بعد التحليل والتفكير، لأنه يستخدم مصطلحات الناس لا تفهمها، أها قرأها في الكتب، وبالتالي هو يعتبر نفسه متميز عن الناس، والناس تعتبر أنه مجنون. هذه مشكلة المثقفين، أنه لا علاقة لهم بمجتمعاتهم. هم يعتقدون بأن كما ذكرت بأنه يعني يبحثون عن الحياة الأسهل والأيسر، وبالتالي من أين تأتي مصادر هذه الحياة الأيسر والأسهل؟ فليكن قلة قليلة، حتى لا نظلم الآخرين، قلة قليلة. نعم هي نخب ملتزمة بقضايا أمتها، نعم بالاستقلال، بمواجهة الغرب، بدعم حركات التحرر والاستقلال في بلدانها وفي العالم، باقي أنحاء العالم. نعم هؤلاء مثقفين عرفهم مجتمعات أخرى، عرفت مثل هؤلاء المثقفين من أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية إلى بلداننا العربية والإسلامية. نعم أحسنتم دكتور، لنا عودة إليك. وقبل أن أنتقل للدكتور فوزي من العراق عبر وسائل التواصل، هذه عبر
الواتساب، السلام عليكم ورحمة الله، ورد مصطلح الحواريين في القرآن وفي الروايات الشريفة، فهل نستطيع أن نسميهم بالنخبة؟ أيضا تحياتي إلى أبو محمد من كربلاء المقدسة. دكتور فوزي، واحدة من علامات النخبة المتألقة القرب من الناس والشعب، وأيضا الصدق، مش لقلقة اللسان، الصدق، يعني يقولون ويخدمون ويفون بما يقولون. تبينت هذه أيضا هذه الكاريزمية في شخصية المسيح في أحلك الظروف، أيضا في شخصية النبي الذي استقطب طبقات الكادحة وشخصيات أخرى أيضا أبرزها القرآن الكريم وظهرت في السيرة النبوية. اليوم هل يعني النخبة اليوم إذا حازوا على هذا المنصب، يعني بيصيروا الناس والشعب بمكان وهن بمكان آخر، بيقعدوا يعني بكافيه على نهر السين أو بشارع بالحمرة ببيروت أو بمطرحة بتونس، وخلص بيصيروا هن يحكوا مع بعض، ولا لا ليس هذا هو الدور؟ تفضل. في الواقع تشخيص وضعية النخبة اليوم في عالمنا العربي والإسلامي تكشف عن كونه في منزلة هي أقرب إلى ومرتكب الكبيرة عند المعتزلة، هو في منزلة بين منزلتين، وهي وضعية خطيرة ومأساوية بامتياز، وهو وضعية أيضا سيزيفية تذكرنا بأسطورة سيزيف في محاولته إيصال الكرة إلى أعلى الجبل لتتدحرج مجددا. هذا هو إذن النخبة المعاصرة اليوم. هناك إذن معضلة تحكم حركة هذا النخبوي بسبب تردده بين منزلتين، فهو لم يستطع أن يتموقع في دائرة الانتماء الحضاري وتجذير وجوده ضمن خرائطية معرفية وروحية وثقافية أصيلة ليست منبتة عن واقعها ولا عن تاريخها وليست متجاوزة له، وهي أيضا منفتحة ضمن الآخر الإنساني الذي تربطه به الانتماء إلى ما هو إنساني، ما هو كوني، ما هو سنن كونية، وما هو أيضا فطرة بشرية. وعلينا بالتالي أن نوضح مسألة أخرى، أن هذه النخبة تاريخيا لا يمكن أن تنسجم في وضع الاستبداد، فوجود النخبة هو نقيض مطلق للأوضاع الاستبدادية. ولو عدنا إلى تاريخية نشأة النخبة في الغرب، ليس كمثال أو كأنموذج بل كضرب للمثال فحسب، ذلك أن تأسس النخبة تاريخيا في العالم الغربي وفي العالم الإغريقي تحديدا جاءت في اللحظة التي تأسست فيها الديمقراطية الأثينية في حسبها وقطعها كما يقول المؤرخ جون بول فيرنون مع أشكال الملكية الاستبدادية الحكم الفردي المطلق. فبالتالي فإن ظهور النخبة مرتبط بظهور الديمقراطية الأثينية وما رافقها من أجواء من الحرية. إذن النخبة الغربية تتأسس إلى مرجعية الديمقراطية وإلى باراديغم الحرية، هذه المرجعية هي التي ساغت الإطار العامل والمنظم لفضاء النخبة في الفضاء الغربي. وعلينا بالتالي أن نشير إلى نموذج للنخبة يحدده أفلاطون مثال، عندما يعتبر أن النخبة هو الحكيم، وهذا الحكيم يتأسى إلى قاعدتين هما المعرفة والأخلاق، فالحكيم هو العارف وهو المتخلق. هذا الجمع بين الثنائية هي التي تحكم إذن سيرة ومسيرة النخبة في الغرب تاريخيا، وهو سنراه في شخصية سقراط الذي علم الحاكم وعلم السياسي، أي علم الإسكندر، ونرى كيف عندما يكون النخبة هو حكيما عارفا ومتخلقا ينتج عنه صورة لحاكم في مستوى وفي مقام الإسكندر. لو نلخص ونقول لدينا نمطين من النخبة، نخبة غرمية تستند إلى باراديغم الحرية،
في مقابل ذلك لدينا نخبتنا الحضارية، هذه النخبة تتأسى بباراديغم العدل. لذلك فالفشل الذي يعتري بناء نخبنا اليوم هي بسبب أننا بتنا نقلد ونجترح ونحاول أن نتفصى مرجعية نخبوية تنتمي إلى باراديغم حضاري آخر وباراديغم الحرية، في حين المرجعيات النخبوية هي تستند إلى باراديغم العدل. وهذه مفردات أساسية علينا أن نعتمدها في بناء إذا مؤسساتنا التربوية القادرة على بناء أيضا مراجعنا النخبوية. والحال أن عملية الانتقال من سياق فردي إلى سياق جماعي يجب الانتباه إليه بعمق. ذلك أن تعميم مفردة الخلافة من سياقها الفردي القرآني إلى مؤسسة سياسية على يد الخليفة عمر إنما أدى إلى كارثة في مستوى الحكم وممارسة الحكم. ذلك أن عدم احترام المفردة في عمقها وفي دلالاتها السياقية وتعميمها من سياق فردي إلى سياق جماعي مخاتل انتهى بها إلى أن لا تتحول الخلافة مثلا إلى مؤسسة بل تحولت إلى كيان فردي لا تتوفر فيه دلالات الشورى والإجماعي وغيرها من الصور. هنا قياسا على ذلك نقول أن هذا هي النخبة، ليست نخبة فردية بل هي رغم أهمية الفرد في الدلالة القرآنية وفي الدلالة الحضارية الإسلامية بل هي نخبة في خدمة الجماعة ضمن سياقات الاتصال والتواصل والتأصيل. ذلك لأننا لا يجب أن نبني نخبنا على نزعة فردانية شخصية متأصلة ضمن سلوكيات النرجسية والفردانية بل نبني هذه النخبة كخادمة للمجتمع ومتأصلة في سياق الجماعة. وهنا علينا أن نعيد مفرداتنا وأنساقنا ونعيد بناء مفهوم الجماعة ومفهوم الإجماع ومفهوم الفرد نظرا لأن المرجعيات الكلامية والمتون القائمة لا تفي غرض ما يمكن وصلت. أن يطلع بها النخبة اليوم من خلال الجمع بين أدواره الفردية وخدمة ما هو أمة وجماعة. نعم، شكرا لكم دكتور، ابقى معنا لو سمحت أعزائنا، فاصل قصير ونعود بعده، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، أيضا الأخ علي الحسيني من النجف الأشرف، سلام على الإخوة الأفاضل النخب الفاضل متفضل علينا في هذا العصر مطرحون علينا من طروحات فكرية نحن بأمس الحاجة إلى تذكرها ونقتدي بها. شكرا لكم جميعا، أشهد أنكم كلكم جميعا نعم نعمة النخب. شكرا علي الحسيني حفظه الله. سماحة الشيخ، الحواريين فينا نعتبرهم النخب مثل ما عم يسأل السائل؟ يعني صفوة القوم، نخبة القوم، إنه القرآن ذكر أقوالهم، هني قالوا نحن أنصار الله. صحيح. لما سألهم المسيح ما هي دلالات لهذه النقطة أنه هؤلاء هم فعلا نخبة أو هم فعلا لأنهم يعني تلامذة؟ هلا هم بالشكل المباشر هم تلامذة السيد المسيح عليه السلام، ولكن عادة من كان مع الأنبياء مع الرسل مع الأئمة هم نخبة القوم، المقصود بهم الجماعة الصالحة اللي يكون قاضي فيما بعد. صح. طيب اليوم نحن في عنا أسس وأركان وأهداف ومناهج وآليات لبناء النخبة، هناك إشارات في القرآن، هناك إشارات أيضا في سيرة النبي، حبذا لو تجملها لنا لو سمحت. الآن فقط بعناوين عامة ممكن هذه العناوين تؤسس لطرح متكامل حول هذا الموضوع، لكن قبل ذلك فقط بدي أشير لنقطتين. النقطة الأولى، نحن في الطرح الإسلامي لا يوجد عندنا نخبة عاجية.
تعيش في عجينة يعني مستقلة من دورها ويعني مثلا أبدا، هذا يتنافى أصلا مع السورة التي بدأنا بها اللي هي سورة العصر، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. ما عندنا نخبة تعيش في القصور، في فإن النخبة متفاعلة، عندنا مش نخبة منكفئة أصلا يعني. جزء من المجتمع. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها، نعم صحيح لا ملازمة بين أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى قيادة زيد كما أشار الدكتور منذ قليل، وأن يكون زيد مثلا قائد وعمره 17 سنة أو أكثر أو أقل، إنما هذا إشارة لتنمية القيادة، لصناعة القدوة. والنبي كان يتعامل مع المجتمع كله بشكل واحد، لأن هناك نظرية إسلامية مبنية على أن بنية المجتمع مبنية على الأخوة. اسمحوا لي ولو بعناوين عامة، إسلام والآيات القرآنية جاءت لتأسيس إنسان صالح، هذه العبارة، ثم من هذا الإنسان الصالح تتشكل عندنا ما تسمى، ولعله العبد الصالح، العبد الصالح هو مستوى أعلى. هذا الإنسان الصالح الذي تتشكل منه الأمة الصالحة، الأمة التي تحدث عنها القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعانا الإسلام إلى تربية هذا الإنسان الصالح، وركز كل التعاليم على هذا الإنسان من خلال مجموعة من المبادئ والقيم. طيب. يعني حتى أصنع هذا الإنسان الصالح استنادا إلى رؤية القرآن ورؤية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأمة أهل البيت، لابد أن أقول أن هذه المبادئ والقيم تشكل الأساس الفلسفي النظري لتكوين الإنسان الصالح. هذا أهم ما يميز الطرح الإسلامي. المبادئ التي يعني تطرح عادة وهي موجودة في القرآن هي خمس مبادئ. المبدأ الأول هو التوحيد، هو التوحيد، يعني العالم خلق لمشيئة الله، وأن نظام الوجود مبني على أساس الخير والرحمة، بناؤه على هذا المبدأ، هو أصل الأصول على كل الأحوال، أصل الأصول، وأن الأساس هو البلوغ بالموجودات إلى كمالها، هذا مهم، فكرة مهم جدا، مهم جدا، وأن الإسلام يدعو إلى بناء، وهذا من التوحيد، لا يوجد عندنا نخبة عاجية، لأن الإسلام يدعو إلى بناء شخصية منفتحة على الله في كل قضايا الحياة، هذا مهم. النقطة الثانية، المبدأ الثاني هو الاستخلاف، اعتبار الإنسان خليفة الله، وذلك لتحقيق غايات وأهداف أرادها الله سبحانه وتعالى، إعمار الأرض، بناء الذات، كل هذه المنظومة. النقطة الثالثة والمبدأ الثالث هو التزكية، هي التزكية، وهذا النظام منهج جدا مهم، يزكيهم ويعلمهم، تنمية الحس الباطني من خلال معالجة التناقضات الداخلية التي تكون عند الإنسان، هذا الانشداد بين التراب والنور، بين عالم الظلمة وعالم النور، وهذا الكلام. النقطة الرابعة والمهمة، بناء عبد، العبودية، مش طاغوت، العبودية، العبودية لله سبحانه، مش مؤله للهوى يعني، هذا هدف، هذا هدف خلق الإنسان. طبعا مش مراد بالعبودية هنا العبودية بمفهومها ممكن أن يصلي أو يصوم، لا، العبودية معرفة الخالق، رضا الله عز وجل في كل حركته، كسبا، تعليما، تعلما، هذا هذه نقطة. النقطة الخامسة والمهمة في المبدأ هي نقطة الوسطية، هذا مبدأ أساس في صناعة الإنسان، بعيدا عن التطرف والإفراط والتفريط في كل مجالات الحياة، في الجانب النفسي، في الجانب الاجتماعي. أما القيم، في قيم كثيرة، أنا فقط سأشير إلى ثلاثة قيم بهذا الوقت المتبقي. إذن عندي مبادئ، خمس مبادئ، هذه أطروحة كاملة، يعني هذا حقيقة يعني نحتاج إلى حلقات حتى فقط نشرح هذه المبادئ. القيم، أول قيمة يبنى عليها هذا الإنسان، صناعة الإنسان في الرؤية الإسلامية، هي الإيمان. الإيمان هي اللبنة الأساسية في نظام الإسلام، تمتد إلى كل أجزاء ماذا؟ لطيف. إلى كل أجزاء الحياة. هلا لا نريد أن نناقش مفهومنا للإيمان وتفاصيل الإيمان، هذا بحث عقدي. النقطة الأخرى، الكرامة الإنسانية، القيمة الأخرى التي يبنى عليها الإنسان هي قيمة الكرامة، أنه مكرم، لأن الإنسان من منظور إسلامي هو أشرف مخلوق، أشرف مخلوق في على وجه هذه الأرض. النقطة الثالثة والمهمة وأشار إليها الدكتور في موضوع القيم هي موضوع العدل. العدل من المفاهيم المركزية في الإسلام، وله قيمة اجتماعية كبرى، عدل على مستوى الأسرة، عدل على مستوى المجتمع بقطاعاته المختلفة، في السياسة، في الثقافة. ربط النخبة بذلك ما هو؟ النخبة تفعيل هذه القيم. إذن هذه القيم عندما نأتي للمنهج الإسلامي، نأخذ المنهج، نأخذ هذه القيم، طيب، لابد أن نبني هنا الدعوة التي أنا أريد أن أطرحها، أبني النظام التعليمي الإسلامي، النظام الاجتماعي طبقا لهذه المبادئ الخمسة،
طبقا لهذه القيم، عند ذلك يتشكل عندي ما يسمى الإنسان ماذا؟ الصالح. وأبدأ بإعداده شيئا فشيء، فالنخب ستكون ماذا؟ ستكون أمام المجتمع وفي خدمة المجتمع. هذا معنى النخب عندنا. النخب ستكون نخب اجتماعية داخل المجتمع، تساعد الفقراء، تقوم بكل الأعمال بهذا الشكل. إذن نحن في الإسلام في الطرح القرآني أمام منظومة ماذا؟ متكاملة لتشكيل هذا الإنسان الصالح ضمن هذه المبادئ وهذه ويكون الحياة. هو من جماعة قادة الرأي في النهاية، والمؤثر طبعاً. والمغير الاجتماعي طبعاً. إليكم من جديد دكتور طلال. تفاجأ الناس يعني وبجمعيات لم يسمعوا بها، بس هاي قامت هاي الثورات مثل منظمة أوبوتور ومنظمات المجتمع المدني، وتفاجأوا بشوية كوادر، هذا محامي وهذا مهندس وكذا، صار ينزلوا بالناس ويحمل ميكروفون وينادي ويحكي بحرية واستقلال ويطرح من شعارات طويلة عريضة، وربما كمان أبو حلقة وأبو منخار مشطوب وغيره تفاجأوا، وهؤلاء بدأوا يحركون الشوارع في العالم العربي، ورفعت شعارات الديمقراطية والحرية والشعب يريد إسقاط النظام، كل هذا. لكن هذا لم يأتي فجأة ولم يدبر بليل، وإنما كان هناك صناعة لكل هذه الكوادر. كيف حصل هذا الاختراق دكتور، الذي لا زال يستولد مثل هؤلاء الأشخاص إلى الآن؟ طبعا بعضهم يعني لا بأس به، ولكن البعض الآخر تابع تماما للأجندة الغربية في ضرب الشعوب وضرب النسيج الاجتماعي وفرض أجندات وإتيان بقيادات متماهية تماما مع المشروع الاستعماري. تفضل. هذه طبعا ظاهرة استخدمها الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص منذ سنوات في مشروعها لتغيير الأنظمة السياسية التي تختلف معها. اعتمدت محاولة خلق نخب مؤقتة وليس نخب حقيقية. استفادت من وسائل الإعلام الحديثة والتقنيات ووسائل التواصل وشعارات، كل هذه المسائل استخدمت. واستفادت أيضا من أوضاع سيئة في بعض البلدان التي حصلت فيها هذه المشاريع تحت عنوان الثورات أو التغيير السلمي أو. فيما يتعلق بموضوعنا، الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما عندما وقف خلف هذه الثورات، هو حاول أن يخلق شيء استنادا إلى واقع يشكو منه الناس بشكل عام. لكن الذين نزلوا إلى الشوارع بهذه الشعارات المختلفة لم يكونوا قادة حقيقيين، يعني لم يأتوا من قلب المجتمع، والمجتمع غالبا ربما لا يعرفهم. وحاول هؤلاء من خلال رفع الشعارات ومن خلال تحويلهم إلى نخب من خلال الإعلام. هذه هي النقطة، يعني هم أصلا بدون إعلام لا شيء، ليس لهم قيمة حقيقية، ليس لهم دور مؤثر في المجتمع، ليس لهم فاعلية. لكن الإعلام اليوم عندما يسلط الضوء على مثل هؤلاء الأشخاص ويجري اللقاءات اليومية معهم، يحولهم بالنسبة إلى المتلقي إلى قادة وإلى نخب، وأن هؤلاء يريدون تغيير النظام، يريدون إسقاط النظام، أن كل مسؤولين فاسدين، وأنهم هم القادة الجدد. وغالبا عندما تنتهي هذه الثورات ربما القسم الأكبر من هؤلاء يصبح لا شيء، أو بعض منهم قد يأتي إلى السلطة، أو يأتي أشخاص آخرين إلى السلطة. إذن هذه يعني هذا النوع من الحركات الاجتماعية التي يفترض أن بحسب كل قوانين التغيير وكل نظريات التغيير أن الحركات الاجتماعية تنتج قيادات، أو أن هناك قيادات تتبعها حركات اجتماعية. يعني الإمام الخميني مثلا هو قائد تبعه حركات ومنظمات وجمعيات ومجتمع، بمعظم المجتمع كان يسير خلفه، هو قائد حقيقي مرتبط بالناس، والناس تنتظره والناس تستمع لأوامره. لكن مثل هؤلاء كما يعني أعود وأؤكد أن هؤلاء
يعني قادة مصطنعين، قادة صنعهم الإعلام، وبالتالي ليس لهم عمق في داخل المجتمع، لا المجتمع اللبناني ولا المجتمع يعني في دول بعض دول أوروبا الشرقية ولا في مجتمعات أخرى. إذن المقصود هو كيف تصنع النخب، كيف تخترع نخب من أجل عمل محدد هو التغيير السياسي أو الفوضى أو الفتنة. والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقول أن مشروعها في المنطقة هو الفوضى. هلا شو بدنا الفوضى الخلاقة، لكن الفوضى. طب أي نخب هذه يمكن أن يعني تتباهى بأنها تقود الفوضى مثلا؟ وبالتالي هنا يعني ما جرى في بعض بلداننا العربية من يعني ثورات بين مزدوجين، لم يكن يعني لم تكن قيادته قيادة في أكثر من بلد، يعني ربما في بعض البلدان كان في شخصيات وقيادات وأحزاب، لكن عموما كان هناك محاولة لخلق قيادات مصطنعة مفتعلة من خلال الإعلام، من خلال شعارات لها مضمون واقعي يعيشه الناس في فساد بمجتمعاتنا، ناس تريد التغيير، لكن ليس من خلال مثل هؤلاء الذين يرتبطون بدعم خارجي، بتمويل خارجي، بخطط خارجية. وقرأنا الكثير عن برامج عمل هذه المجموعات، كيف ترفع الشعارات، كيف تلتقي، كيف يعني تطرح العناوين الأساسية، كيف تستفيد من الإعلام. هذا لا علاقة له بالنخب الحقيقية التي تلتزم بشعوبها وقضاياها وتقاتل من أجل الاستقلال وتكتب من أجل الاستقلال أو تحاضر من أجل الاستقلال والنهوض ورفض التبعية. هذا موضوع آخر، لكن هو إذا الوجه الآخر بحسب تسمية البرنامج هو الوجه الآخر للنخب، يعني هو الوجه السلبي للنخب، الوجه المصطنع للنخب الحقيقية. نعم، أحسنتم دكتور. إليكم مجددا دكتور فوزي، مسألة هوى السلطان واتباع هوى السلطان. يعني السلطان اليوم بخير وعنده فكرة حلوة، كلنا بنأيد وبنمجد هاي الفكرة، اليوم هاي الفكرة ما عجبته يعني نلقي الشتائم ونلعن هذه الفكرة وأصلها، وهذا موجود عبر التاريخ. عندما بدأ مشروع التطبيع وهو مشروع ثقافي خطير في المنطقة، يريد أن يدجن الشعوب من خلال الطبقة الحاكمة ومن أجل يعني ومن خلال يعني صياغة عقود اقتصادية وثقافية وغيرها وغيرها، لاحظنا بعض النخب انقلبت على نفسها وبدأت تصور لنا العدو الإسرائيلي وإسرائيل ومش عارف شو، يعني في صورة هيك لطيفة وحمائم وغيرها، وبدأنا نسمع بالمشروع الإبراهيمي، وبعد شوي حنعمل يعني النبي إبراهيم هو قائد الأديان ونلغي كل هذه الأديان ونعمل ديانة جديدة. اليوم في المغرب مع الأسف حركة تطبيع موجودة، خرج البعض في الشارع جزاهم الله خير. ماذا حدث؟ هل ابتلعت النخبة ألسنتهم؟ تفضل. الحديث مجددا عن النخبة يقودنا إلى ما هو المعيار المحدد لضبط دور النخبة وطريقة عمله وانتظامه في حركة التاريخ. أكيد في ما تفضل إليه الضيوف الكرام، فإننا ننتهي إلى واقع عبثي لدور النخبة اليوم. هذا الواقع تسبب فيها أداء النخبة بحد ذاتها، يضاف كذلك رفض الأنظمة الاستبدادية ولأي دور محتمل للنخبة. إذن يضاف إلى كل ذلك أيضا إلى كون أن دور نخبنا اليوم لا يجب ربطها بالمعرفة فحسب، بل بالأخلاق أيضا ودائما. وهذا ما يميز طبيعة وجود أنماط من النخب الاستثنائية. فماذا يمكن أن نقول مثلا
عن الشهيد سليماني، هل يملك شهادات عليا؟ هل يملك كفاءات تعليمية محددة؟ هل يملك منظومة من المفاهيم والكتب والمدونات المعتبرة؟ بل هذا الشخص يمتلك ناصية النخبة الحقيقية التي جمعت فأوعت، جمعت بين الإحاطة بمقتضيات الواقع وحركة التاريخ وفقه التاريخ بفهم سننه وقوانينه الضابطة، وهو أيضا مدرك للأبعاد الروحية والمعنوية لمعنى الإنسان والإنسانية ولمعنى الالتزام. فبالتالي علينا أن نتواضع كأكاديميين وأن نشير إلى ضروب من النخب التي أثبتت جدارتها في الميدان وغيرت حركة التاريخ وبنت استراتيجيات حقيقية، وأعد لهم ما استطعت من قوة المعرفة وقوة الفكر وقوة التخلق. لذلك على نخبنا الأكاديمية أن تغادر هذه النرجسية المتعالية وأن تقر بضرورة أن تعيد السؤال مجددا عن أدوارها، وعليها أن تطلع بمهامها الوجودية. في الواقع إن هذه النخب التي نراها في قسم منها وهو نخب مغتربة مهترئة متخلية عن هذه المهام الحضارية والتاريخية الواضحة والبينة بسبب التباس دور النخبة لدى هؤلاء. حينما أشار مثلا الإرث الإغريقي والغربي رمته إلى معنى النخبة في مرجعية الأفلاطونية، يشير إلى ملكات عندما يحدد أفلاطون أربعة مهارات تحدد الأدوار الممكنة للإنسان في الواقع وفي التاريخ. في الواقع لا يشير إلى مهارات أو إلى ملكات، بل يشير إلى عرق، إلى خلفية عرقية، وهي التي ستحسم الخيار النهائي لمعنى الإنسان والإنسانية في الغرب، وما انتهت إليه من تمثلات ثقافية للدور الإنسان والإنساني من خلال مرجعية عرقية. وهذا ما يشير إليه معنى الأوروسنتريزم والأوروبيوسنتريزم، وما خلصت إليه من سياقات لنخبة ثقافية عنصرية عرقية تفصل بين منزلتين الإنسان، إنسان غربي بمواصفات عرقية في مقابل إنسان آخر لا نظير للأول كما يقول الإمام علي، بل هو نقيض مطلق له. علينا بالتالي أن نعود إلى مدونتنا الحضارية القرآنية والحديثية لنتأسى بمعالم النخبة في هذا العمق الإنساني الذي يتجاوز الأعراق ويتجاوز كل شكل من أشكال النوابت المفتعلة لاستنباط معنى وأدوار حقيقية لنخبنا. هذه النخب المتوصلة والأصيلة والممتلئة، والتي لا تعاني لا من الاغتراب ولا من سياقات انتساب ولا من الجبن ولا من أزمة الدينار طبعا، من خلال الإساءة لرموزنا الروحية ولرموزنا الدينية ولعلمائنا، وهو في إطار ما يسمونه بالحوكمة وببناء القادة، وهي أدوار مشبوهة تقوم بها جمعيات المجتمع المدني وأيضا بعض الجماعات السياسية والمتأسلمة التي تتبنى أجندات ليبرالية محافظة وتقوم بتعويمها وبتقديمها على أنها مرجعيات إسلامية. في الحقيقة علينا أن نعيد بناء إنساننا على مرجعية قرآنية سنة حميدة واضحة، ولا أن نتأسى بمرجعيات مادية دهرية غارقة في الحسية، وأن نبني الإنسان ضمن هذا الأفق الكامل المتكامل الاتصالي الذي قادر على وصلت الفكرة. أنه يؤصل الفرد في عمق الاجتماع. وصلت الفكرة دكتور. سمعت شيخ، طبعا احنا أدركنا الوقت، راح أقسم إن شاء الله دقيقتين للسيد القائد حفظه الله كما يسأل السائل هنا رأي في قضية الخواص والعوام، تفضل. طبعا القائد عنده بحث ومحاضرة في موضوع الخواص والعوام،
وأن الذي ينظر إلى منهج أهل البيت، وهذا مهم، نجد أن أهل البيت عليهم السلام عملوا في الإطار العام، يعني في إطار العام والأمة الإسلامية، وعملوا على تكوين النخبة إذا صح التعبير. وهذه النخبة، يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة لقراءة الأطروحة التي كتبها السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه حول بناء الجماعة الصالحة، من خصائص، من أهداف، من أساليب اتبعها أهل البيت عليهم السلام. لكن لفت نظري الآن كلام الدكتور، فسأشير إلى كلمة واحدة، أن من أهم الأمور التي بنى أهل البيت عليها هؤلاء، يعني خلينا نسميهم الآن بالمصطلح المعاصر النخبة، هي المبدئية والمثل العليا. جميل. وهذا كعنوان، يعني نريد أن يعني يمكن أن ينفع لي حلقة. والأمر الثاني هو الإنسانية والعالمية. النخب الإسلامية التي بنيت على المنهج النبوي وعلى منهج القرآن وعلى منهج أهل البيت هي نخب إنسانية عالمية، ليس هذه النخب التي الآن تعيش حالة انفصال كلي بينها وبين المجتمع. إذن إطفاء نار العنصرية الطائفية الإقليمية، لا يوجد في الطرح الإسلامي شيء اسمه إقليم، أو مع احترامنا الآن للحدود والدول رحمة للعالمين، إنما في الطرح الإسلامي النخبة هي عبارة عن شيء يتمتع بطرح إنساني كامل وبعالمية، من خلال بث روح الأخوة بين المجتمعات، من خلال كل هذه الأمور. إذن أنا فقط في اللحظات هذه الأخيرة أنا أدعو إلى إعادة قراءة المنهج النبوي، منهج أهل البيت، والذي كتب السيد الشهيد بعض هذه الأمور، الصدر رضوان الله عليه، سيد محمد باقر الحكيم، أمثال هؤلاء، في بناء هذه الجماعة، خصائص، أهداف، أساليب. فنحن أمام طرح مميز لابد أن نستفيد منه، نجلس على طاولة، نجلس ونخطط كيف نبني هذه النخب بشكل صحيح. إليكم دكتور طلال، اليوم هناك فكرة يسمى النخبة الجهادية، وأيضا هناك نظرية تقول بنظرية الصدمة، أنه كيف يمكن أن نصدم هذه النخب للقيام بدورها. وسؤال أخير، الناس بتجيب نخب بصندوق الانتخاب أيضا، فما هي المسؤوليات عليهم؟ تفضل. المسؤوليات الحقيقة في مجتمعاتنا اليوم مسؤوليات كبيرة، والنخب تتحمل هذه المسؤوليات. ربما في المنظور الإسلامي النبوي للبيت لم يستخدم مصطلح النخبة، اليوم نحن نستخدم مصطلح النخبة كمصطلح حديث، ربما استخدم مصطلح الصفوة، أي تعبيرات أخرى، لكن بالبعد الإيماني الديني نحن اليوم نتحدث عن النخبة بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية. نحن اليوم نحتاج حقيقة إلى هذا الجسر الذي يربط القيادة السياسية بالنخب الثقافية، لأن النخب الثقافية الملتزمة بقضية أمتها وشعبها ممكن أن تكون في خدمة القيادة السياسية. القيادة السياسية تحتاج إلى الدراسات، إلى الأبحاث، إلى وجهة نظر، إلى رؤى مستقبلية. النخب تستطيع أن تفعل ذلك. نتحدث عن النخب الملتزمة. هذا الجسر مفقود للحقيقة في مجتمعاتنا، نحن نحتاج إلى ردم هذه الهوة. عندما نردم هذه الهوة يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. جميل. من النخب المثقفين. وصل. من يريد أن يلتزم يسقط. جميل. ويذهب إلى اتجاه آخر. نعم. دكتور فوزي، أيضا بدقيقة، دقيقة ونصف، اليوم ماذا تقول للنخب التونسية وللنخب في العالم العربي والإسلامي؟ تفضل. نحن نفضل أن يقف النخبة على إجر نصف كما يقول سماحة قائد سيد المقاومة. نحن نريد إذن أن نجعل من نخبنا قادرة على بناء هندسة لوعي إسلامي حضاري محمدي أصيل، قادر على أن يعبر عن العالمية، ليست عن العولمة المتوحشة الغرائزية، إنما هذه العالمية في كونيتها وإنسانيتها وتخلقها وقدرتها على الاتصال والوصال والتكامل، لا القطيعة والانفصال والتجزيء. إشارتنا إلى النخبة اليوم هو أن يكون النخبة إنسانا قبل كل شيء، والصورة التي تأتينا اليوم لإنسان الآخر، الإنسان الغربي، هي صورة موحشة، سيرة غرائزية، سيرة لفرد ذئب أو فرد متوحش أو فرد أناني.
فرد عبثي فرد عدمي عبر عنه هيربرت ماركوز بالإنسان وذو البعد الواحد. فنحن لا نريد إنسانا ذي بعد حسي أو بعد مروح أو بعد يعني ذائب في الاجتماعية. نريد إنسانا متكاملا، إنسانا سائر في طريق التكامل والاكتمال. جميل. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا متى عملنا على بناء الإنسان، الإنسان الفرد والإنسان الجماعة. جميل. في تكاملهما. نعم. إعادة بناء الإنسان ضمن بعد كامل، بعد متكامل، بعد نحقق من خلاله الأدوار الحضارية. نعم. لنخب مقاومة قادرة على أن تطلع بمهمة الدفاع على رسالة. نعم. الإسلام اليوم وغدا. شكرا لكم. طبعا نختم بالحديث النبوي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. كل الشكر لكم دكتور فوزي العلوي، كنت معنا عبر سكايب من تونس، وأنت أستاذ الفلسفة بجامعة الزيتونة. كل الشكر أيضا لفضيلة الدكتور طلال عتريسي، كان معنا أيضا عبر سكايب من لبنان، الأستاذ والباحث في علم الاجتماع. كل الشكر لكم دكتور، كل الشكر لكم سماحة الشيخ محمود سرائب الأستاذ في الحوزة العلمية والباحث الإسلامي. كل الشكر لمن راسلنا وطرح الأسئلة، كل الشكر لفريق العمل، وكل الشكر لكم. يبقى مشاهدين على طيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. إلى ذلك الحين، هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.